أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف في الكون الأهلي فوق الجميع. وإلى متابعة أخرى للألعاب الأخرى، يواجه في الوقت الحالي الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي نظيره الزمالك في المباراة الفاصلة لحسم لقب الدوري، وتقام المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ويسعى خلالها الفريق للظهور بشكل قوي والفوز من أجل التتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي، ويفقد الفريق جهود محمود عاصم وأحمد عبد الرحمن للإصابات المختلفة، فيما يعول الجهاز الفني على خبرات بقية اللاعبين لحسم المباراة. وقع أحمد علي برغوتة لاعب منتخب مصر لكرة السلة على عقود الانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بعد طلب الجهاز الفني التعاقد مع اللاعب لدعم الفريق في الموسم الجديد، ووقع اللاعب على عقود الانتقال إلى صفوف الفريق لمدة 4 مواسم قادما من صفوف نادي الاتحاد السكندري. وجاء التعاقد مع برغوتة بعد نجاح الأهلي في ضم مصطفى مشعل وحاتم البحيري ورامي جنيدي إلى صفوف الفريق خلال الأيام الماضية. قال أحمد علي برغوتة المنضم حديثا لصفوف الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي إن الانتقال لصفوف الفريق مسؤولية كبيرة، وأنه سعيد بهذه الخطوة بعدما رفض العديد من العروض من أجل إتمام انتقاله إلى الأهلي، وأشار إلى أنه وافق على اللعب للفريق فور تلقيه اتصالات من الجهاز الفني لتأكده أن الأهلي عازم على تقديم موسم مميز للغاية بعد ضم العديد من اللاعبين المميزين. وأكد برغوتة أن طموحاته مع سلة الأهلي بلا حدود، مضيفا أن ثقته كبيرة في قدرة الفريق على الفوز بكل البطولات التي يشارك بها في الموسم القادم، متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع به. وألمح اللاعب إلى أنه سعيد للغاية بدعم جماهير الأهلي للفريق، ويراهن على أن هذه المساندة سيكون لها دور في تحقيق فريق السلة لطفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة. نروح لفاصل ونكمل مع حضراتكم باقي أخبارنا الرياضية.